السلام عليكم اخوي فوكس، بكم مقطع جديد. اليوم يا جماعه ماينكرافت اعلنوا عن لعبتهم الجديده. صراحه انا ما شفت التريلر لكن شفت صور مره كثيره لها، فخلونا نشوف مع بعض. لا تنسى لايك واشتراك مو مشترك عشان تنزل اخبار ماينكرافت وتوصل لك. خلونا المقطع مدته دقيقتين ويعتبر من الترند العاشر. ولا اللعبه بيكون اسمها ماينكرافت ليجندز او الاساطير، ماينكرافت الاساطير. اتوقع بيكون فيها اساطير وكذا وقتال، والله بيكون شيء خرافي. خلونا نشوف وبقول لكم رايي وانا وش الاشياء اللي عجبتني وما عجبتني من صناع ماينكرافت نفسها. يعني المطورين مو ثانيين. الاساطير لديهم قوه خرافيه، ما في ترجمه، بقوه كبيره. ديميل ستايل في قصتنا المشتركه. واو شوف العالم، ليت عالم ماينكرافت كذا. ديم some tell of danger. هذا يعني كذا بوابة الظلام جت معاهم. شو المسكين الأرنب. حرب. The legends we hold dearest are legends of hope. ديم اند اوف بريفري. والله التريلر رهيب. وات اند فريندشيبس. والصداقات. ذا تشينج ذا وورلد فور ايفر. الوحوش معاك، اول مره بتاريخ ماينكرافت الوحوش راح تكون معاك. ذس از ذا ليجند اوف ا يونايتد اوف ذا وورلد ماينكرافت. اوكي يونايتد موحد بواسطتك. هذا اتوقع جيم بلاي. هذا ديم، لا اللعبه راح تكون خرافيه والله. شو ماينكرافت ليجند بتكون موجوده في 2023؟ لا السنه الجايه. حاول انك تحسن العالم. طيب دقيقه خلونا نفصل التريلر. اللي عارفه انه راح تكون حرب بين العالم العادي وكذا. اتوقع البيجلين، ملك البيجلين يمكن راح يكون يحارب ضدهم. طبعا لو تلاحظون انت كلاعب راح يكون معاك حصان. الحصان هذا ممكن انه يدير الوحوش، اتوقع زي الالعاب اللي انت تتحكم بالوحوش. والله تقول يا فلان يا الزومبيز روحوا هناك، يا الكريبرز روحوا هناك. بس البناء انا لاحظت انه في طريقه بناء باللعبه. شوف هذا الشخصيه وهذا نظام وستايل اللعبه. والله شكلها ذكرني ب نسيت اللعبه اسمها فوكسل سيه، بس والله حلو مره. شوف هنا مثلا تدور لوت بالستايل تقريبا نفس مايكاب دنجن. هنا قاعد يبنون اشياء بلوكات الالاي، يمكن ما ادري مين ذولي، بس شوف قاعد نبني امبراطوريتنا. فاتوقع انك تبني امبراطوريه تحمي نفسك من الوحوش. وحتى شوف في هنا سلحفاه، ممكن انك تروض الوحوش او تكلمهم. شوف هنا في فحم، هنا شوفوا كيف قاعد يحدد الوحوش، قاعد يقول لهم والله ابيكم توقفون بهالمكان، تقاتلون بهالمكان. شوف انت قاعد تحارب. هذول كان بلوكات تحارب زي الدسبنسر. مثلا هنا الوحوش قاعد يساعدونك ضد البيجلن، فاتوقع بتلاقي مستوطنات للبيجلن. هذا عالم الان صح؟ والله ما ادري يا جماعه، البيومات مختلفه جدا. شوف هنا بعدين تروح للمكان البوابه، بس ان شاء الله الشيء اللي ان شاء الله ما يكون موجود ان اللعبه ما تكون نفس نظام ماينكرافت دنجنز، اللي نظامها ان مراحل، تخلص مرحلة مرحلة تروح المرحلة اللي بعدها. صراحة أنا ما حبيت هذا النظام، فإن شاء الله إنه يكون عالم والعالم يكون فيه كذا نفس الكرس أو اللعنة، وأنت تحاول تنظف العالم من اللعنة هذه. فأتوقع هذا راح يكون، أتوقع راح يكون عالم مفتوح. السبب الأول لأن العالم لو تلاحظونه مفتوح زي ماينكرافت، موجود شوف عالم شاسع، فأتوقع راح يكون نفس الشيء، بس مرة مرة خراف. أخيراً لعبة ماينكرافت القادمة الجديدة، ما أدري أسميها ماينكرافت الجزء الثاني، بيكون شيء خرافي والله. بس لاحظت إن اللاعب دائماً راكب حصان، يعني ممكن في احصنة اقوى واسرع. صفحة اللعبة شوفوا شكل اللعبة، شوف هنا اليسار انت والكريبر والوحوش والسكيلتونز، اللي ضدك راح يكونون العالم البيجلنز او الموجودين بالنذر. تلاحظون هذا النذر، ممكن انك تدخل بوابه هناك وتنظفها. لك بعد كم شهر راح يعلنون عن اللعبه ومعلومات اكثر عن اللعبه. لو تلاحظون انك راح تقوي نفسك وتبني لك مكانك بالبيومات اللش، وتحاول انك تجمع اغراض، ولما يوصلون البيجلنز راح تحاول انك تدمرهم وتنظفهم قبل لا انهم يلعنون العالم او ينشرون خرابهم يعني. طبعا اللعبه يقول لك ان انت راح تتعلم مع ناس وتواجههم عشان
ليش؟ عشان تحمي وتقول لهم روح هناك، زي اللي قلتكم عنه قبل شوي. اللعبة راح تكون موجودة على الكمبيوتر والبيس وحتى بالجوال. وات؟ هذا تقريبا أول مرة أن ينزلون كل اللعبة على كل الأجهزة. يتكلمون عن الجيم بلاي وكيف تلعب. يقول لك أنك راح تلعب كثيرد بيرسون اللي زي نظام فورتنايت وكذا. يقول لك أنت الشخص اللي يتحكم وتكون الأساس في كل مقاتلة، يعني الوحوش اللي معاك أو أخوياك ما راح يقاتلون بنفس. طبعا مومو جانك ستوديوز اللي شغالين عليها، استوديو جديد اسمه بلاك بيرد انتراكتيف موجود بكندا، وهذه صفحة اللعبة خلوا سوي لها فولو ماينكرافت ليجندز، وبنفس الوقت سووا لي فولو بالتويتر لان انا اصلا اعطيتكم خبر عن هذا الشيء قبل لا ينزل هذا المقطع. فلو تلاحظون هذه صور اللعبة. فبس يا جماعة اتمنى يجيكم مقطع لا تسوا لايك واشتركوا مو مشترك، وقولوا لي رايكم عن اللعبة، هل توقعون راح تنجح ولا راح تكون زي ماينكرافت دنجنز؟ ولا تنسوا الاشتراك عشان تشوف اشياء اكثر واكثر، ويلا مع السلامة.